أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق الله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم عن جابر بن عبد الله الأنصاري فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة قال دخل علي برسول الله في بعض الأيام فقال سلام يا فاطمة قلت عليك السلام قال إني أجد في بدني زوفا فقلت رزقك بالله يفتح من الزوف فقال يا فاطمة تؤتي ملك ساجمني فغطيني به فأتيت ملك ساجمني غطيت به وسرت عن زر الله وإذا وجه يتلالا وكان البدلة تمام وكمال فما قالت إلا ساعات وإذا بولد الحسن عليه السلام قال أكبر وقال السلام ومبعوث عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وسمر تقوالي وقال لي يوم من الشم عندك راية طيبة كأنها راية جد رسول الله فقلنا من الجدة قطعت القصة وأقبل الحسن عليه السلام له القصة وقال سمجد يا رسول الله آتن لما قطعت القصة قال وعليك السلام يا ولدي ويا سيد وعوزي قد جنة مدخل ما هو تحت القصة فما قالت إلا سعاد وزابي ولدي الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام كمبود وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وسمر تقوادي وقال لي يا أمون هشم عندك راية طيبة كأنها راية جدي رسول الله وقلتنا من جدك وخاف تحت القصاي فدنا الحسين عليه السلام له القصاي وقال السلام جد وسلام كمن اقتره الله أعطى الخلماء وما قال عليك السلام يا ولدي ويا شفع امتي قد جنر ودخل معهما تحت القصاي فاكبر عند ذلك ابو الحسن علي بن ابي طالب عليه الصلاه والسلام وقال السلام لك من الوالد سب يا ورسول يا امير المؤمنين وقال يا فاطمه دنيا شم عندك رايه طيبه كانها رايه جد رسول كانها رايه اخي وابن ام رسول الله وقلنا ما هو ما ولديك تحت القصاي فأكبر علي من الإسلام نهور بلاي وقال السلام لك رسول الله آتا نفنا معكم تحت القساء قال والإسلام يا أخي ووسي وخليفتي والصاحب الوائي قد جد رب داخل علي من الإسلام تحت القساء ثم آتيت نهور بلاي وقال السلام لك يا بطا يا رسول الله آتا نفنا معكم تحت القساء قال والإسلام يا بنتي ويا بزعتي قد جد رب داخل تحت القساء فلما اكتمل جميعا تحت القساء أخذ برسول الله تعالى في القصاء وما بيده اليمنى الى السماء وقال اللهم ان هؤلاء بيدي وخاصتي وهامتي لهمهم لهمي دمهم دمي يؤلمني ما يؤلم يحزنني ما يحزنهم انا هرب لمن هربهم سلم لمن سلمهم ذم لمن عاداهم محب لمن عاداهم انه مني وانا منهم فجر صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورزوانك علي وعليهم واذهب نور سطحرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات اني ما خلقت سماء مبدئه ولا ارض مدهيه ولا قبر ولا شمس مضيئه ولا فلق يدور ولا بني ولا فلقا تسري الا في محبه هؤلاء الخمسه الذين هم تحت القصا فقال امير جبريل يا رب ومن تحت القصا فقال عز وجل هم اهل بيت النبوه ومات الرساله هم فاطمه وابوها ومهر وبروها فقال جبريل رب اعطاني ان تعالى نازل يكون معه سادسا فقال له نعم قد جنب احمد الامين جبريل وقال اسلم يا رسول الله العلي الاعلى والاكرام فالسلام يخصك بالتحيه والاكرام ويقول لك عزتي وجلالي اني ما خلقت السماء مبيض ولا ارزر مدهيه ولا قبر ولا شمس مجيد ولا فرق يدور ولا بني ولا فرق تسعي الا لاجلكم ومحبتكم
صلواتكم وقد حاضر نخلا معاكم فهلتان رسول الله قال رسول الله امين واجه الله انه نام قادر لك ودخل جبله معانا وتعطى القصة فقال نبي ان الله قد اوحي اليكم يقول انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا بني مال جلوسنا حضرت عطر کے صاحب الفاضلین اللہ وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم الذي واسلم لك نبی واستفاني برسالت نجی اما ذکر قبر نادا في محفل من محفل اهل الارض وفي جمع من شیعتنا ومحبین الا نزلت لهم الرحمۃ تفت بهم الملائکۃ واستغفرت لهم الى ان يتفرقوا وقال علی علیہ السلام اذا ولى فزنا وفاز الشيخ رب الكعبه وقال نبی ثانیا يا علی الذي واسلم لك نبی واستفاني برسالت نجی اما ذکر خبر و نادا فی محفل میں محافل اہل الارض وفی جمع من شیعتنا و محبین فی محموم اللہ و فرج اللہ و لہم مقموم اللہ و قشب اللہ و مولا طالب و حاجت اللہ و قدر اللہ و حاجت و قال علی علیہ السلام ازم اللہ فزنا و سویدنا و خلالک شیعتنا و ازم اللہ سوید فی الدنیا و الاخر و رب القاب اللہم صلی اللہ علیہ محمد و محمد خالق اگنات من اللہ امام مولا علی علیہ السلام دے شہادت مجلس ان کو اپنی بارگاہ قبول تے منظور فرما بالخصوص منال مجلس بانیان ریاض حسین ملک غلام باس حاجی ظہیر باس وسیم باس حاجی عارف حسین سب دے رزق حلال برکت عطا فرما آفات و بلیات پریشان کو آباد ساتھ و محفوظ فرما مالک بالخصوص ملک غلام باس کو صحت و تندرستی عطا فرما آل محمد صدقہ منال اللہ انہیں دے دل دے جتنی امید آج نے سب پورا فرما انہیں دے جتنی بزرگ مومنین و مومنات ہدایت پانی کو چھوڑ گئے سب دی بخشش و مغفرت فرما مالک تمام حاضرین دے حاجات شریعہ پورا فرما جڑے بیرون ملک وطن مالک سب دی خیر فرما انہیں دے رزق حلال برکت عطا فرما عظمت آل محمد صدقہ صدر دو ہی سر دے اپنی بارگاہ قبول تے منظور فرما بے حق محمد و آل محمد جل فرج آل محمد و سارے مومنین دی خدمت اپیل ہے کہ فاصلے کو برقرار رکھتے ہوئے نیڑے نیڑے زیادہ نہ بہو فاصلہ کر کے بہو جنہیں اب آپ کے کول ماسک موجود ہیں ماسک بھی پاک رہے بہو کیونکہ حفاظت ضروری شے ہے ماسک بھی پاک کے بہو خواتین کی خدمت اپیل ہے وہ بھی فاصلے دوتے بہن اور احتیاطی تدابیر ضرور کرو تاکہ اس قسم کی کہیں کسی کو تکلیف نہ تھی